السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبناء طلاب الصف الأول، أسعد الله صباحكم بكل خير. درس جديد من دروس الرياضيات والدرس السابع من الوحدة 11. درس اليوم يا أحباب بعنوان طرح العشرات. عد بالعشرات: 10 20 40 50 60 70 80 90 100. هنا بقول لي اطرح 60 ناقص 20. عشان اطرح 60 ناقص 20 يا احباب بستخدم قطع دنيس. ادي 20 اهيت، ازيد عليها كام عشان تبقى 60؟ نكمل بعد 20: 30 40 50 60. يبقى انا زدت كام يا احباب؟ 10 20 30 40. يبقى انا زدت 40، اذا 60 ناقص 20 بيساوي 40. 60 ناقص 20 بيساوي 40. يبقى انا هنا استخدمت عملية الجمع لإيجاد ناتج الطرح. استخدمنا عملية الجمع لإيجاد ناتج الطرح. بنفس الطريقة هنا 90 ناقص 40، احنا 40 موجودة هي، عايزين نعرف نزيد عليها كام عشان نوصل للعدد 90. نبدأ 40 موجودين اهمت، نبدأ بعد 40: 50 60 70 80 90. شوف زدنا كام؟ 10 10 20 30 40 50. يبقى زدنا 50، اذا 90 ناقص 40 بتساوي 50. 90 ناقص 40 بيساوي 50. خمسون ناقص 30 بيساوي 50 ناقص 30. ممكن استخدم ادي 5 عشرات، ابدأ اطرح منهم 30: 1 2 3 10 20 30. يبقى كام؟ 10 20. يبقى الناتج الباقي 20. هنا بنفس الطريقة عندي 70، أمثلها بقطع دنيز: 10 20 30 40 50 60 70. أبدأ أطرح منهم 10 وأشوف الباقي: 10 20 30 40 50 60. يبقى الباقي 60. ننتقل للسؤال التالي. باستخدام لوحة المئة عايزين نطرح 54 ناقص 30. درسنا في الدرس الماضي ازاي بستخدم لوحة المئة في الجمع. كنا بنعد مربعات لأسفل او الصفوف لأسفل، في الطرح هنطلع لفوق، بدل ما ننزل نعد لأسفل نعد لأعلى. عند 54 بحددها الأول اهيت، وابدأ اطرح 30، يعني اطلع 3 خطوات لأعلى: 1 2 3. يبقى الناتج 24. 54 ناقص 30 بيساوي 24. 24. السؤال التالي: 26 ناقص 20. ازاي بسوي عملية الطرح؟ الأول لازم أحدد العدد 26. 26 أولها 6 في خانة الستات، في خانة الستة فين 26 أهيت، نحددها. بعد كده بيقول لي ابدأ اطرح منها 20، يبقى اتحرك لأسفل ولا الأعلى يا أحباب؟ اتحرك لأعلى عشان ده طرح، احنا بنتحرك لأسفل في الجمع. يبقى ابدأ اتحرك خطوتين لأعلى: 1 2. يبقى هقف عند العدد 6. يبقى 26 ناقص 20 بيساوي 6. بيساوي 6. بنفس الطريقة 51 ناقص 20، أبدأ أحدد الأول العدد 51، طبعا أول واحد، يبقى بدور في خانة الواحد أهوت 51. أبدأ أطرح 20، أتحرك فين يا أحباب؟ أحسنت يا بطل، أتحرك لأعلى. أتحرك لأعلى كام خانة؟ أتحرك 2 صفين، أدي 1 2.
يبقى هقف عند العدد 31، يبقى الناتج هو 31. إذن 51 ناقص 20 بيساوي 31. ننتقل للسؤال التالي. 48 ناقص 10. بنحدد الأول 48 اهيت، وأبدأ أتحرك خطوة واحدة لأعلى، يبقى الناتج 38. إذن 48 ناقص 10 بتساوي 38. 38. هيا بنا معا يا أحباب نفتح الكتاب المدرسي. أول سؤال معنا في الكتاب المدرسي يا أحباب بيقول لي اطرح بإمكانك استخدام قطع دينيز. 90 ناقص 30 بيساوي، قلنا هنا بنستخدم عملية عكسية لعملية الجمع لإيجاد الطرح. هنا عندي 30 أزيد عليها كام عشان تبقى 90؟ بعد 30 نزيد، هي بعد 30 40 50 60 70 80 90. زدت كام يا أحباب؟ 10 20 30 40 50 60، يبقى أنا زدت 60. إذن 30 زائد 60 بيساوي 90، يبقى 90 ناقص 30 بتساوي 60. بنفس الطريقة هنا 70 ناقص 20 ببدأ أزيد، أو ممكن أكتب أعمل أسوي 70 أهمت، 10 20 30 40 50 60 70، وأبدأ أحذف منهم 20، يعني أحذف 10 و10 20، وأبدأ أشوف الباقي كام. 10 20 30 40 50، يبقى الناتج الباقي 50. هنا بنفس الطريقة 80 ناقص 40، قلنا 40 أزيد عليها كام عشان تبقى 80؟ بعد 40 50 60 70 80. زدت كام يا أحباب؟ 10 20 30 40، زدت 40. إذن 40 زائد 40 بيساوي 80. إذن 80 ناقص 40 بيساوي 40. بنفس الطريقة هنا 30 ناقص 20 بمثل الأول 30 بقطع دينيز، 10 20 30، وأبدأ أحذف منها 20، أدي 10 20، وأشوف الباقي كام. الباقي 10. إذن 30 ناقص 20 بيساوي 10. ننتقل إلى السؤال التالي. باستخدام لوحة المئة، عندي لوحة المئة عايزين نطرح مجموعة المسائل ديت. أول مسألة اللي هي ألف 66 ناقص 30. ببدأ الأول يا أحباب أحدد العدد 66. 66 أوله 6، يبقى بدور في خانة الستة، أدي 66. ناقص 30، يبقى أتحرك لأعلى 3 خطوات، 10 20 30، يبقى نتحرك 3 خطوات بالشكل ده، يبقى هقف عند العدد 36. إذن 66 ناقص 30 بيساوي 36. 66 ناقص 30 بيساوي 36. سؤال باء. 48 ناقص 20. أبدأ أحدد الأول عدد 48، فين 48 في خانة 8 أهوت، وأبدأ أتحرك كم خطوة ناحية لأعلى؟ 20، أتحرك خطوتين لفوق، هبدأ أقف عند العدد 28. إذن 48 ناقص 20 بيساوي 28. 28. ننتقل للسؤال جيم. سؤال جيم يا أحباب بيقول لي 90 أو 90 ناقص 40. 90 ناقص 40 أبدأ أحدد العدد 90 فين أهوت، أحدده وأبدأ أتحرك 4 خطوات لأعلى، 1 2 3 4، يبقى هقف عند مين يا أحباب؟ هقف عند العدد 50. إذن 90 ناقص 40 بيساوي 50. 90
ناقص 40 بيساوي 50. ننتقل إلى السؤال د. 29 ناقص 10. الأول بحدد العدد 29 أهوت، وأبدأ أتحرك لأعلى خطوة واحدة بالشكل ده، يبقى الناتج كام يا أحباب؟ الناتج 19. إذن 29 ناقص 10 بيساوي 19. بانتهاء السؤال الثاني بتكون انتهت حصتنا اليوم يا أحباب. مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.